طبعا انتوا عارفين يا جدعان ايه، احنا كان عندنا ستاندين هنا كبار تمام، تعال شلناهم بقى خالص. ليه بقى؟ عشان احنا جايبين معانا ستاره عباره عن ددات زي ما انت شايف كده حضرتك، بس هي مش ددات عاديه ابدا اطلاقا الصراحه. هتتبسط في الفيديو النهارده عامه، فانت ايه لايكك الجميل اهم حاجه، سبسكرايبك الاجمل اول مره شفتني على يوتيوب، عايزين نوصل مليون في اسرع وقت صح. بقول لك ايه بقى، في جيف اويز كتيره. جيف اويز شايف الموبايلات اللي دي كلها، اوزع منها مثلا 10 موبايلات صرف 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 جاي في صرف عامه. احنا معانا دلوقتي من داخلين لشركه واحده اسمها جوفي، وهي شركه متشعبه جدا في صناعه الليدات والحاجات اللي انت شايفينها قدامكم دي. زي ما انت شايف التلفزيون بتاعنا ما بقاش تلفزيون ممل، فاهم؟ مش تلفزيون عادي، في ال اي دي في الظهر. ولو خدت بالك عزيز المشاهد، لو انت لماح يعني، هتلاقي ان انت عندك هنا في زي كاميرا كده متركبه فوق التلفزيون، ده بيغير اضاءات ال اي دي اللي ورا. كل ما يتغير اللون بتاعه هتلاقي الالوان بتاعه ال اي دي اللي ورا التلفزيون بتتغير معاه. حاجه بقى مبهره، ويمين وشمال وفوق، ده حاجه مرعبه يعني. طبعا دي تكنولوجيات موجوده في المنتجات اللي معانا النهارده. اول حاجه بقى انت هتشوف الانبوكسنج بتاع المنتجات اللي معانا النهارده، هتلاقي بقى معاك ايه، شريط ال اي دي مثلا موجود، هتلاقي فيه علبه كده كنترول تتحكم بقى يشتغل ما يشتغلش، وعندك شويه كابلات وحاجات ثانيه. بالنسبه بقى للستاره دي، الستاره دي حوارها حوار بصراحه، بس هي لذيذه جدا عامه يعني. انت والله عندك اوضه ممله جدا، استوديو مش عارف تعمل فيه ايه مثلا صح، جايب منها اتنين لبيتي عامه. على فكره استنى بقى، احنا معانا النهارده جيف اوي على المنتج ده تمام، واحده انا استخدمتها الصراحه في الاستوديو عجباني، والثانيه هتروح لواحد فيكم. اقسم بالله دلع عايشين اهو، اقسم بالله ما كنا في تكنولوجيا اهو، اقسم بالله شفنا يوتيوب حبيبي والله العظيم شايف التطبيق بس يا عم. فانت في واحد هيكسب بتاع دي تبقى في بيته وعنده عادي جدا، فهقول لك كمان شويه ازاي. دلوقتي الستاره دي بتجي لك عباره عن ليدات زي ما انت شايف كده كتيره، مش عارف هم كام فرع يعني، 2 4 6 كتير يعني، المهم مش لازم تعدهم كلهم. الفروع دي كلها بتيجي متصله ببعضها، القطع عامله شبه الشماعات، بس هي يعني انت هتركبها لشكل الشماعات ده لانها تتعلق فوق، وعندك اربع قطع كده عامله فيها مسامير، بتدق المسامير دي في الحيطه، هم اربع قطع بالظبط، تحطهم كده ايه ما بينهم وما بين بعض 50 سم كل واحده، تركبهم في الحيطه وتعلق عليها الايه ال اي دي، ينزل زي ما انت شايف كده. معاك واحد التحكم برده هنا برده فيها يشتغل ويتقفل منها، وعندك ادابتر توصله بيه. شكرا عليك، الموضوع سهل يعني، خدت بالك معقد ما هو بالظبط يعني. عارف عايز اقول لك انا خلصته مثلا في 3 ساعات ولا حاجه، بس لا عشان انا كنت يعني ما قريتش الكتالوج بتاعها يعني، بس لما عرفت انها سهله يعني. عامه تركيب الاثنين كان بسيط جدا زي ما انت شايف برده قدامك كده حضرتك، انا قاعد بقى ايه يعني مصور بيرولز وبتاع، اقسم بالله يعني في مجهود محطوط. هتلاقي عندك مثلا ال اي دي اللي ورا التلفزيون ده، هو جاي لك شريط ال اي دي طويل جدا كده، والال اي دي ده في ظهره في لزقه كده بتشيلها يبقى ايه لزق على طول، مش محتاج تجيب لزق فاهم، مش محتاج تشتري حاجه دبل فيس ولا حاجه، هو منه فيه فاهم، تقوم شايل الظهر كده زي ما انت شايف قدامك كده وانا بعملها. والحلو ان هو بقى ايه مناسب لكل تلفزيون، التلفزيون بتاعك 55 بوصه 65، فانت عندك الاوبشنز كلها، تجيب المقاس بتاعك، هم هتلاقيهم مقسمين ال اي دي بالظبط يعني، مثلا الضلع الصغير بتاع التلفزيون، ما هو التلفزيون ده مستطيل حضرتك صح ولا ايه، فانت عندك ضلعين متساويين وضلعين متساويين، فهو عامل كده بقى، هم مراعيين الحته دي، عاملين لك ضلعين برده صغيرين وضلعين طوال فاهم قد بعض، بحيث ان انت تركبها بالظبط على التلفزيون، ومعاك بقى شويه كليبسات كده برده تتلزق في ظهر التلفزيون تثبت بيها البتاع، فيطلع بالمنتج ايه العظيم ده. بصراحه تركيبه سهل جدا تمام، وعندك الكاميرا دي بتتركب. طبعا انا كنت الكاميرا دي مركبها في الاول غلط، المفروض تبقى باصه على التلفزيون زي دلوقتي كده. تقول لي طب هي باصه على التلفزيون بتعمل ايه؟ يعني بتشوف المحتوى اللي انت بتتفرج عليه، فمثلا انت بتتفرج على محتوى لونه ازرق، فهي هتعمل لك ال اي دي لونه ازرق. خلينا نجرب تجربه عمليه صح كده، انا بحب التجارب العمليه عامه. مثلا كده بص كده، بص اللون دلوقتي ابيض، بص اول ما دخل البامبا ده تلاقي عندك هنا لون الى حد ما بنفسجي صح كده، وهنا لون الى حد ما بينك فاهم، وعلى فكره من تحت تحسه لونه احمر انت فاهم. فانت هتلاقي عندك ال LED نفسه مش ثابت يعني، ممكن تتحكم في كل جزء من الليدات دي، كل واحده واخده لون مختلف انت فاهم. في بقى ميزه جامده جدا عايزين المشاهد طبعا هتقول لي ايه، طب والكهرباء حكيم يعني، افرض مثلا اني خصمتك. المهم يعني انت تبقى مثلا مشغل التلفزيون تمام، وقفلت التلفزيون عادي بتحصل، قفلت التلفزيون او هو قفل لوحده مثلا، الكاميرا دي هترقط ان انت قفلت التلفزيون، فتعمل ايه؟ تقوم قافله لك الليد، توفر بقى كهرباء بقى عشان توفير الاحمال والحاجات دي، فهي بتقرا ان انت حضرتك قفلت التلفزيون، فهتقوم قافله بقى الدنيا. 10 من 10 هو محتوى فاخر ولا لا؟ زي ما انت شايف كمان في حته جامده جدا، وهي حته دقه الالوان نفسها بتاعت ال LED ده، يعني فكره ان هو بيقدر كل لون بالظبط بيجيبه لك. فبس عايزين المشاهد زي ما انت شايف كده مشغل البوم عفروت جديد، فالالبوم ايه؟ اللون بتاعه اخضر فابيض صح كده؟ فتلاقي التلفزيون رامي اخضر فابيض زي ما انت شايف قدامك كده، فده ذكاء، دي حاجه اكيورسي بقى، تتفرج على اخضر فابيض فانا هعمل لك اخضر فابيض. الجزء الثاني بقى انا عايز اقول لك عليه المفاجاه الكبيره بقى، هو ان الليدين دول سواء بقى الستاره او ده بيتوصلوا على ابلكيشن على الموبايل. تلاقي الابلكيشن هو موجود دلوقتي كده، تلاقيه على البلاي ستور والاب ستور عادي جدا، تحملهم يا باشا، هتلاقي عندك الاوبشن ان انت توصل عليها الجهازين دول وبمنتهى السهوله، انت اصلا هو بيلقطهم لوحدهم، اول ما بتخش كده تعمل اللي هو زي سيرش يعني تقدر توصلهم، الموضوع سهل جدا خالص، بتدخل عليهم حتى باسورد الواي فاي بتاعت البيت عندك او كده، وبس بيشتغلوا اونلاين عادي جدا معاك من خلال الابلكيشن هنا، تحكم في كل حاجه بقى. يعني مثلا الستاره دي ممكن اقفلها دلوقتي، بص قفلتها الموبايل، سحر ده مش سحر، اشغلها اهو
وانا قاعد كده في بيتي كده تمام، ممكن ابقى بره البيت مثلا واشغلها واقفلها، ممكن مثلا اتحكم في لونها اخليه احمر. شايف الدنيا بقى الانترنت جعل العالم قريه صغيره ضيقة جدا عامة يعني، وعندك لون بنفسجي مثلا اهو. رايكم ايه؟ طيب ايه الاحلى يعني؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده ايه الاحلى. نخليها اخضر، تصدق الاخضر حلو؟ حاسه في الكاميرا كده عامل قلق صح؟ ممكن نخليها اخضر شويه كده في الفيديو. المهم يعني ده اوبشن موجود. عندك اوبشن بقى تاني، سعودي لما عرفوا اتصدم، في صور ممكن تعرضها عليها. صح؟ ده سمكه. ممكن مثلا اعمل لك الهلال بتاع رمضان، بص كده اهو. في عندك مثلا نجوم، في ستار هنا كده برضه، بس في عندك سي ايلاند مش عارف شجر وبتاع. عندك بقى كل الاشكال اللي انت شايفها قدامك دي، وايه بقى وينيوز اكتر كمان، فيستيفال ومش عارف ايه يعني. مثلا ممكن بابا نويل، سانتا كلوز يعني نجيبها في الكريسماس. مثلا في ايستر ايج معاك كمان في شم النسيم. بقول لك ايه بقى، متعه يعني. انت تفضل قاعد كده في البيت عمال كل يوم تغير الديكور وبتاع. انا بقول لك انا واخد منها مني في البيت، عندي في البيت اهو وركبتها، وهديكوا واحد هديه. لا هديهم واحده دي، انت اطلبها انت عادي اشتريها. عادي يا جدعان، انت اخواتي يا جدعان، ينفع انا اخليكم تدفعوا حاجه ولا بتاع؟ طبعا انت لو عايز تشتريها ممكن تشتريها من اللينك تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا عادي، باحسن سعر من الموقع الرسمي طبعا، وصلك لحد باب البيت عادي جدا، وممكن تكسبها جيف اوي. ايه بقى شروط الجيف اوي يا عم سعودي؟ بص يا عم، انت هتلاقي شكل النجمه ده ظاهر في الفيديو 6 مرات، هيظهر في الفيديو عشوائي 6 مرات، فانت كل عليك انك تقول لي ال6 مرات دول ظهروا في الدقيقه كام والثانيه كام. يعني تقول لي مثلا النجمه الاولى في الدقيقه كذا الثانيه كذا، النجمه الثانيه الدقيقه كذا الثانيه كذا، وهكذا ال6 نجوم. جاوبت صح، عملت لايك للفيديو، عملت سبسكرايب للقناه، ساعتها ايه اللي يحصل بقى؟ اطلع انا بعد اسبوع من نزول الفيديو ده لايف فيديو كده، اقوم ساحب واحد فايز كده وابعت له الحاجه دي لحد باب بيته ببلاش بقى، من غير ما يدفع فلوس كده. اهو دلع 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 اهو مدلعكم. بس يا جدعان ده شرط بسيط جدا، ممكن تعمله عادي جدا وتكسب بتاع دي هديه. ولو عايز تشتري منها دلوقتي حالا وتلحق تركبها في اوضتك قبل ما توصل هديه لحد، اشتريها دلوقتي حالا من اللينك تحت في الديسكربشن ده. اقسم بالله مسليه جدا. عندك شكل الطياره، بص طياره عماله تطير في الهوس، اللي هي اللعبه دي عارفها، في باونسنج بول اللي هي الكره اللي بتنطط دي، والله صايع قوي يا جدعان. فكره انها بتتحرك كده كمان في البتاع جامده قوي. في بتر فلاي، في فراشه، اوف شكل الفراشه حلو. بس بقى عندك كل الاوبشنز دي عامه في الستاره اللي احنا هنتكلم عليها، ممكن تقفلها وتفتحها من هنا كل حاجه. عندك بقى كمان ال اي دي هنا، ممكن تتحكم في حاجات كتيره جدا فيه. يعني مثلا عندك الاوبشن ان هو يكون بيقرا الكونتنت اللي على الشاشه زي ما انت شايف كده، تقعد تغير مع نفسها الوان واضاءات وبتاع، جامده جدا. وعلى فكره عاجبني قوي في الاثنين دول اضاءاتهم القويه، يعني زي ما انت شايف كده انا عندي في اضاءات كبيره جدا محطوطه 150 واط و150 واط شغالين، وعلى الرغم من ده هم باينين كويس جدا. دي بقى شاشه التحكم في ال اي دي اللي ورا التلفزيون. عندك هنا اوبشنز كتيره جدا. اول حاجه انك تخليه يمشي مع الكونتنت بتاع التلفزيون نفسه اللي بيتعرض عليه، وزي ما انت شايف كده يقعد يتغير مع عادي تغييره. ده اوبشن جميل جدا عامه. الاوبشن الثاني ان انت تتحكم في اللون بتاعه تخليه ثابت لحاجه معينه. يعني مثلا انا ممكن اتحكم تجيب كلر وتقول له سيجمنتد. بص بقى ال اي دي عندك هنا كده متقسم لجزء 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 جزء مختلفين تقدر تتحكم في كل لون فيه. والجزء ده خليه مش عارف اخضر، بص كده انا بدات العب في البتاع اخضر واحمر ومش عارف ايه، بغير كل جزء لوحده، كل سيجمنت لوحدها. لو مشغل ميوزك بقى حته صايعه جدا، لو بقى فيها بيت بقى ورزع وحاجات بقى بتتعفرط دي، فكل رزعه فاهم هي ماشيه مع البيت، القوه بتاعتها الضوء بيختفي ويظهر وبتاع فاهم. من هنا بتفعل ساوند افكتس زي ما انت شايف كده، بص مع البيت هيبدا ان هو ايه يتحرك بالشكل ده، بص كده روش قوي الحوار ده. بص هو ماشي مع البيت عامه، جامد قوي، جامده صراحة صعبة جدا. عجبني الحوار ده عامة، وبغير شكل التلفزيون كله. بس انا ايه بفضل جدا حوار ان احنا يبقى ماشي مع الكونتنت بتاع التلفزيون، بتبقى روشة جدا الصراحة وشكلها على طول حلو. جانا الجزء مهم جدا هو رأيي الشخصي. بصراحة انا شايف ان المنتجين دول روشين جدا ليك لو انت في البيت، لو انت بتعمل استوديو عندك حيطة فاضية حرفيا فعايز تملاها بحاجة، الفكرة بتاعت الستارة دي صايعة جدا عامة. وعندك اي تلفزيون في البيت سواء صغير كبير او اي حاجة، هات الحجم المناسب ليه من ال اي دي ده وركبه عليه، هينطق التلفزيون حرفيا فاهم. بدل ما هو تلفزيون ممل عادي، لا هو هيبقى تلفزيون روش جدا وشكله عصري جدا انت فاهم، وبيديك جو كده ولوك حلو جدا انت تتفرج على اي حاجه عامه. عجباني جدا الصراحه، اضاءاتهم حلوه جدا. فلو مهتم بحاجه زي كده لينكاتهم الاثنين تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، اشتريهم باحسن سعر بسعرهم الرسمي على الموقع الرسمي. ولو في برومو كود عرفت اجيبه لكم برده احط لكم تحت في الديسكربشن بالمره، يعني انتوا حبايب صح كده ولا ايه؟ وبس يا جدعان، ده كان فيديو النهارده، فيديو خفيف لذيذ كده وجميل. شوف فجاه لازم تشوفها ورا الكاميرا دلوقتي يا جدعان، جاهزين؟ واول ما المفاجاه تخش فاهم، عايز تسقيف حار بقى، تسقيف بقى فاهم، هو هنسمعكم عامه. يا ابني عايز اشوف الكرسي، تعال مفاجاه داخله بالكرسي بس عارف الدنيا. ايوه بدا يظهر منه حاجات اهو، يلا 1 2 سقف يا جدعان، سقف يا جدعان، سعودي يا جدعان. مساء الفل يا شباب، ازيك يا جدعان؟ من ايه؟ اخويا والله حكيم، هو من اشطر وارقى وانضف وانضج يا صاحبي والله، مش واخد فلوس على حاجات دي حساب ده طبعا في الجيف اواي يعني. ماشي يا صاحبي. حكيم انا كنت متابع ليه من زمان قوي، من قبل ما ابدا
في الفيديوز، كنت باخد منه نصايح لليوتيوبرز الجدد، 7 نصايح لليوتيوبرز الجدد. اتفرج على الفيديو ده مهم، ده اتفرجوا عليه الفيديو ده ما فادنيش بحاجه يعني، بس بس كنت بتفرج على حكيم و وتابع ليه جدا يعني، دلوقتي هو اللي بيتابعني ومن اشد المعجبين. ده لو هيعلمكم حاجه، ده يعلمكم انكم تستمروا صحيح، وتعملوا لايك صحيح، وشير وسبسكرايب. أيوة. وتفعلوا الجرس. فعل الجرس اهم حاجه، خلي بالك عشان يجيلك نوتيفيكيشن كده اول ما الفيديو ينزل، عشان ما يفوتكش كل جديد. ايوه. ولو عايز بقى ايه تستمتع ومش أيوة. تحي استمتع بيها، ممكن تتفرج على الحلقه دي وكل الحلقات اللي حكينا. حلقات سعودي يا جدعان موجوده يا جدعان، لينكات سعودي تحت في الديسكربشن دلوقتي. روح يا باشا تابع سعودي في اي حته، انستغرام وتيك توك وكل حته. بس يعني عندك حلقاته الجديده والقديمه، وبس في النهايه نحب نقول لك انه من الاخر حكيمه بيقدم محتوى فاخر. سلام.